جديد، اهلا بحضراتكم. وصلنا لفقره اللعب مع الستات، والحقيقه الفقره ايه ده؟ ما شفتش والله العظيم ما شفتش. ماشي ماشي ماشي. فقره كم من عشره؟ والفقره معانا النهارده باللي انا شفته في كروت الزملاء. اه واضح انها شخصيات، يعني انا مش عارفه الكارت ده فيه ايه. تاني وريني يلا بسرعه بسرعه. ست ولا راجل؟ لو قلت حاجه خلصت. ست ولا راجل؟ قول مالك يا هدي. هو راجل. ما يا ست يا هو راجل. عيلة فنية. السعادة. أستاذ سمير؟ سمير غانم؟ السعادة؟ السعادة. والصلاح. إيه ده ما عرفتهاش؟ سعيد صالح. لا لا. دويتو. السعادة والصلاح. قول إيه؟ دويتو كان مكسر مصر. قوم ايه؟ قوم ايه؟ قوم ايه؟ بس كده. انا الافيه واقع مني خالص. قوم ايه ده واقع مني خالص، مش فاكراه. تخيل. هو عمده. العمده. اه استاذ صلاح السعداني. صح. آه. حبيبي الله يديك الصحه يا رب. قلبي. ده مش افيه. كنت سيبيه. اه استاذ فؤاد المهندس. ايه ده؟ وريني كده يا شيري. ده ايه علاقته بقى في ال ايه علاقته ده؟ ماشي واضح انه مش ممثل. اه راجل مش ولكن ممثل ولكن فنان. فنان عازف؟ لا كلنا. لا لا مش عازف. فنان من كتر ما هو جامد. ما تقوليش محمد صلاح مثلا. ايوه لا بجد كلنا. قلتي اول ما قال فخر لينا كلنا عرفت محمد صلاح. ست. وريني. ست ممثله مغنيه. قطه. ايه؟ قطه. قطه بتغني وبترقص. لا هو احنا بنتكلم على انهي واحده؟ قطه. دي قصدك مين؟ منى زكي؟ انت قصدك على انه؟ ده ما في كده اتنين يا جماعه. صح. انا قصدي على الممثله. خلاص قطه. ماشي. وممثله وليها اخت. اوكي. ليها اخت. دويتو كان مشهور جدا في السينما المصريه برضه. دائما مشهور. دائما. مشهور دائما. ايه ده اخت ليها اخت. قولي يا ابراهيم. ده بوسي ونورة. ايوه ماشي وريني. جميلة. جميلة. انت بتقصد ايه؟ ماجدة الصباحي مثلا؟ لا. جميلة لا. لا لا. نظارتها حلوة قوي. دي نادية لطفي. الله. كده حلو. ايه ده خلصت؟ كده خمسة. نكمل يلا. طب وريني يا شيخ. بس لقطاكوا ازاي؟ بصوا لا انا مدوباهم اتنين. ايوه صح 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 صح. رقي. في رقي. فاتن حمامه؟ لا. ما تقولي رقي. راجل. راجل. طبعا المظهر. طبعا يعني لا انا بحب يعني ابقى احضر له كتير. اديني معلومه. لا بحب. بصي انا عايزه اقول لك ان هو حاطط بصمته في حاجات كتير قوي. تعرفي تتكلمي مصري وتشم الورد العربي؟ تعرف تتكلم بلدي. ايوه مين يا جماعه؟ عمر خيرت. ايوه كده عمر خيرت. ها ايوه وريني. يا دودو. جان الجنات. جان الجنات ده حسين فهمي. ايه جان الجنات؟ كبير ولا صغير في السن؟ لا لا قوله. على يدي. على يدي. ايه ده والله؟ ليه علاقه بفؤاد المهندس. ماشي. طيب يعني راح من مستوى لمستوى تاني خالص. عالمي. ايه ثانية على يدي يبقى قصدك عمر الشريف. الله. الافيه في المسرحية. انا ممكن اقول عالمي عادي. وريني كده كام؟ خلص وقت خلص. جبت كام؟ برافو عليا. برافو عليا. الله يرحمه فقدناه قريبا. اوكي عروستي. هو مش عروستي. عروستي ولا وشه فيه علامه مميزه. اسمه ليه علاقه بفاكهه شتوي. ماشي حلوه دي عجبتك. والاسم التاني ليه علاقه بشهر عربي. ما هو فاكهه شتوي يعني موز وبرتقال ويوسفي. ايوه والجزء الثاني شهر عربي. شهر عربي قبل شهر يوسف شعبان. برافو. شايفين المعلومات اللي بديها لكم؟ شايفين الطريقه؟ برافو عليك والله العظيم. رأفت الهجان يا صبر ايوب. وتسامح لاخر الخط. الاسم كده شكله كده. الاسم شكله كده يعني احنا تسامح سامح وصبر ايوب.
سامح وصابر ومسرح صابر رباعي سميحة ايوب مسرح العربي ايوه كده في خشب كده في اسكندرية وفي حيوية ونشاط وجرأة هو شخص يعني ممثل شخصة ست سمر خشب ايوه صح كل حزينة فصول شوية. السنة ست وحزينة وكل فصول السنة وبتحب الشتاء قوي يا والله موجودة في زماننا مطربة وعيانة عندها مشكلة عندها مريضة بالاهتمام مراية هي ليها علاقة برضو برافو هي برافو. مطربة؟ ايوة يا مرايتي ايوة اليسا؟ ايوة يس. عندها غير واسمها مريضة الاهتمام بجد؟ كان بيل متعب راجل متعب بس مش متعب لكل الناس للي قصاده بس راجل متعب للي قصاده بس؟ بس لكن حاجة عظيمة وزميلنا مسحب. زميلنا كمان مذيع؟ زميلنا زميلنا يعني مذيع؟ ايوه انت ما تعرفش ولا ايه؟ عماد المنتخب كله اهدى عماد إيه؟ عماد متعب ايوه ايوه متعب عماد متعب حبيبة قلب الوسط الفني والمشاهدين مامة كل الناس رحمة الله عليها أمينة رزق كريمة مختار برافو يس ماما نونة حبيبة قلبنا هي أنا شخصيا يعني أنا بحبها على المستوى الشخصي وعلى مستوى الفن احنا بنحب كل الناس كانت ليها كلمه كمان حلوه قوي في المهرجان الاخير وقفت على هي موجوده في الدراما ربنا يديها الصحه الدراما مهمه جدا وملهمه الحقيقه نيلي لا ملهمه لينا كلنا بصي بقى النص الاول من الاسم يجي الهام شاهين برافو بنشوفه في رمضان عشان نعرف الشهر هيبتدي يعني هلال حمد هلال برافو ايوه صح والله شيري شاطره جدا جدا ليها علاقة بالطيور وما بتنامش فاتن حمام يس خلاص انا قفشت الستة كل لسه هخش بقى في الانام وكده ايوه صح طيب بصي بقى شقي قلت ايه؟ احمد رمزي احمد رمزي وفي شبه من خلاص مسامح خلاص احمد رمزي ايه ده؟ ما فيش 10 من 10 لو في شبه من سامح ضيعك شوية في الشقاوة ياه العسل كله واحدة ولا واحد؟ واحد واحد غنى ماشي تمثيل ماشي مسرح ماشي يعني. سينما ماشي كوميديا وتراجيديا وكل حاجة إيه؟ عمل في آخر أيامه يعني مسلسل لا أكتر إيه؟ من مسلسل أكتر من مسلسل ده عايش ولا متوفى؟ لا الله يرحمه إيه سمير غانم؟ لا وبعدين قبل إيه؟ اسمه برضو عبد المنعم مدبولي؟ صلى طب إيه؟ هو الاسم اسم متدلع كده تحسه كده مش اسم دلع تحسيها هانم كده كان ليها اخت واختها كان شعرها طويل صح؟ دي المشعر القصير اللي شعرها التانية كان شعرها قولي طيب ابيض واسود تاني اختين وكانت يعني سعاد حسني؟ لا وكانت مشهوره بالادوار التانية والشريره الدور التاني والشريك والشيك وجسم كده في امتلاء جسم في امتلاء اوكي انا ضايع ولا ايه؟ انا كنت بسألك وحمل كتير من الفنانين هقول لك اول جزء من اسمها ايوه زي اخر جزء من اسم مخرج موجود دلوقتي فالاسم يمشي يعني اللي احنا كنا بنتكلم عليه ايوه بيتر ميمي يبقى أيوة. ميمي شكيب ايوه برافو اوكي رحمة الله عليها لسه مفرقانة قريب عظيمة لا. في المسرح عظيمة عظيمة مسرح برافو يعني بصراحة مغنية لا وغير كده هي يعني أنا بعتقد إنها أعلى موهبة في جيلها دي ممثلة؟ وذكية كان ليها مسلسل رمضان اللي فات ياسمين عبد العزيز؟ لا ذكية ذكي ذكي وذكية منى ذكي برافو طبعا طبعا يا بص بقى ابن مخرج كبير ابن مخرج كبير كوميدي ماشي كريم عبد العزيز ماشي كريم عبد العزيز طبعا ده حبيبي ده انا بحبه قوي لسه مجوز بنوته قريب اغانيه ماجد المصري احلى سنين في عمرنا
يعني سن الشباب مغني مش كلها مغني. احنا متربيين عليها يعني هشام عباس برافو صح باشا الشر الشيك يحيى الفخراني لا ارجع ورا شويتين ارجع ورا شويتين وقت وقت البشوات عادل ادهم وذكي جدا توفيق الدين ذكي جدا ذكي برضو يبقى ذكي رستم ايوه كده ايه خلاص وطيب جدا واحد من جنات وجنات واحد من جنات السينما المصري اسمه من ثلاث اجزاء ايوه من ثلاث وكل العيله عنده ما بين المخرج صلاح ذو الفقار برافو القط الاسود القط الاسود يا عبد الله غيث عبد الله القط الاسود مش فاكره كان طيار مش فاكر خالص الفيلم كان طيار وكان مذيع وايه تاني ده مذيع ايوه وممثل ممثل احمد سالم برافو احمد سالم اوكي يا ناس الفيلم بتاع القط الاسود أيوة كان مع ليلى مراد مش كده مكتشف نور في نور كده في الموضوع نور الشريف ومكتشف المواهب اللي انور بقى اللي انور وجد قال لك اللي انور بقى انور بقى ده عالي قوي نفس خالص مفيش ضبط نفس ده في عالي قوي اللي انور عجبتك يا اللي انور عجبتك يا استاذ هايله والله العظيم لا لا شيري كانت معاك بقى في المسرحيه الجايه ده في عالمي خلاص انا خلصت خلاص 10 10 لا انا 10 مع 10 بتاعتي دي لشيري علشان افيه ذكي موت حبيبي صح حبيبي يا استاذ واتش ات